والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أولا مرحبا بكم طلبتنا الأعزاء في درس جديد من دروس علم نفس النمو، ولعله إن شاء الله سيكون الدرس الخامس بعد أن كانت الحلقة الماضية العوامل المؤثرة في النمو، واليوم نصل إلى المميزات عامل النمو. إن لجسم الإنسان مراحل وسلسلة متماسكة ومتكاملة من التغييرات لا تتوقف إلا بتأثير عوامل أو عوائق خارجية أو داخلية، وإلا فاستمرار النمو لا يتوقف على جميع المستويات، على جميع مستويات الجسد بتوازن مع النمو العقلي والنمو الانفعالي والنمو الاجتماعي والنمو الجسدي، إلى أن يصل المرء إلى مرحلة الشيخوخة وهي آخر مراحل العمر. إذن النمو هو ظاهرة حيوية تطويرية بنائية وتكوينية. يستفاد من هذه الفقرة أو من هذه المقدمة أن نمو الإنسان يكون بشكل متوازي، نمو الجسدي أي أعضاء الجسد بما فيها الأعضاء الداخلية والأعضاء الخارجية بالجهاز الهضمي، جهاز تناسلي، ونمو الأعضاء الخارجية كالأطراف، اليدين، الرجلين، الرأس. هذا النمو الداخلي والخارجي يمشي في توازن مع نمو آخر ألا وهو النمو الانفعالي، وكذلك النمو الاجتماعي. وجميع أنواع النمو مثل النمو العقلي مثلا فتمشي في توازن إلى أن يصل الإنسان إلى الشيخوخة، إلا في حالات تتدخل فيها عوامل داخلية أو خارجية فتؤثر على هذا النمو. كما أسلفنا في حلقات الماضية فإن مثلا لبعض الغدد التأثير الكبير على نمو الإنسان، فالأصل أن يمشي أن يكون نمو الإنسان طبيعيا بهذا التوازي، وإلا فتداخل هذه العوامل الخارجية والداخلية تؤثر في النمو بشكل أو بآخر. نذكر الآن سرعة النمو. تختلف سرعة النمو من شخص لآخر حسب المعطيات والظروف المحيطة به، وكذا باعتبار عوامل أخرى تخص الجسد نفسه. فكل جسد تختلف سرعة نموه تبعا لبيئته، البيئة التي يعيش بها. طبعا نقول هنا أن كل جسد أي كل فرد تختلف سرعة نمو جسده حسب البيئة المحيطة به من أكل وشرب وجو، فهذه العوامل تؤثر في سرعة نموه، إما أن تكون سريعة وإما أن تكون بطيئة. كذلك تختلف سرعة نمو في حسب الأعضاء، فهناك بعض الأعضاء تنمو بصفة سريعة في عدة أخرى وأعضاء أخرى، طبعا كما قلنا نتيجة العوامل التي تؤثر فيه سواء كانت داخلية أو خارجية. وبنفس الجسد سرعة النمو على الأعضاء. والأكيد أن النمو الجسمي ليس مستقلا عن النمو العقلي أو النمو الانفعالي أو النمو الاجتماعي، فهناك ترابط وتكامل بين هذه الأنواع من النمو. يعني مثلا النمو الاجتماعي حتى هو يعني يخضع لهذه القاعدة، إما أنه ينمو بسرعة وإما أن يكون نموه بطيئا. كيف ذلك؟ نعطي مثلا فمهارة التواصل الاجتماعي والعلاقات وكذا، هذه أو الاتصال مع المحيط الأسري قد تكون يعني عند طفل تتكون بشكل سريع، بينما تبطئ عند طفل آخر قد تتداخل فيها مثلا مهارة الكلام. فالطفل هناك بعض الأطفال يعني ينضج لديهم لغة الكلام أو طريقة الكلام في سن مبكرة، فيكون هو أسرع من الطفل الذي تأخر في الكلام. مثلا مهارة المشي. فالطفل هناك أطفال قد ستأتي إن شاء الله معنا في الفقرة القادمة ما يتقن المشي يعني بسرعة كبيرة في صغره، فمشي هذا يقربه أو يساعده على التواصل الاجتماعي. وسرعة نمو اللي هو سرعة نمو التأثير الكبير على سلوك الطفل مثلا، فنمو مهارة الكلام كما قلنا تؤثر إيجابا على علاقته الاجتماعية. إذن
مثلا نمو مهارات اخرى، مثلا مهارة الانصات، مهارة هذه تؤثر بشكل ايجابي على علاقة الطفل. نتكلم الان عن الفروق الفردية، الفرق بين شخص او طفل وبين طفل اخر، مهارات يكتسب هذا الطفل ومهارات لا يكتسب هذا الطفل، وفروق على مستوى الجسد بين الطفلين، فهناك فروق بين كل شخص واخر. ان الفروق الفردية لدى كل شخص على حدة تخضع لعوامل ومؤثرات خارجية وداخلية تم ذكرها سالفا من الوراثة، من وراثة، يعني هناك بعض الاطفال يرثون يرثون على سبيل المثال بعض السلوكات من ابائهم او من اجدادهم، في حين يفتقدها اطفال اخرين، وقد يكتسبها اطفال من بيئتهم في حين يفتقدها اطفال اخرين. وهناك فروق مثلا بين الذكور والاناث، فالفروق بين الذكور والاناث فروق شاسعه، سواء على المستوى الجسدي من أجهزة تناسلية وغيرها، أو على المستوى مستوى السلوكي سلوكاتهم، فسلوكات الطفل تختلف، الذكر تختلف بشكل كبير على سلوكات الأنثى بحكم أن الهرمونات الأنثوية أو الهرمونات الذكرية تتزايد حسب الجنس، فالأنوثة من يعني من معطيات الأنوثة المعلومة في الصوت ورقة الأحاسيس، يعني هذه يعني ما يخالج النفس يكون مختلف بشكل كبير عن الذكور. كذلك المراحل العمرية لها خصائصها، لكل مرحلة عمرية خصائصها، فالناضج أو البالغ أو الراشد تختلف، هناك فرق كبير بينه وبين الطفل أو بينه وبين الرضيع، فالفروق الفردية تكون ظاهرة. وقد أثبتت الدراسات أن في كل المراحل العمرية الأولى، أن في المراحل العمرية الأولى يكون أكبر، مثلا نتكلم بالنسبة للوزن، فمعروف أن في البنت في المراحل الأولى في النمو تكون هي يعني أسمن من الطفل، من الذكر، ها، وجسده يبدو أضخم في المراحل الأولى. ذكر العلماء أن خصوصا في السن التاسعة ما بين السن التاسعة والسن الرابع عشر، الإناث يسبق الذكور في هذه المرحلة خصوصا في النمو، ويكون يكونهن أقرب إلى البلوغ من الذكور. نأتي إلى مراحل النمو. من المعلوم أن للنمو مراحل مرتبطة فيما بينها ومتكاملة لا تنفصل عن بعضها، فلا يمكن أن تسبق مرحلة أخرى. يعني مثلا مراحل النمو هي تأتي بشكل متوالي، يعني لا يمكن بتاتا أن تأتي مرحلة مراهقة قبل مرحلة الرضاعة أو مرحلة الطفولة، أو تأتي مرحلة الشيخوخة قبل مرحلة المراهقة، فلا يمكن بتاتا، هذه سنن الله عز وجل في خلقه، فتأتي متوالية مترابطة متماسكة متقابلة، يعني في تكوينها لشخصية الطفل، لجسد الطفل أو الفرد أو أي كان، فتأتي بهذا الشكل، إلا في بعض الظواهر الاستثنائية. فمثلا نجد مثلا بعض الأطفال قد يمشي قبل أن يحبو، هناك ظواهر بعض الأطفال قد يمشي قبل أن يحبو، هناك أطفال قد يتكلمون قبل أطفال آخرين، يعني تكون مرحلة كلام عندهم قبل أطفال آخرين، هناك مثلا الطفل قد يجلس، قد يحبو قبل أن يجلس، فهذا ما يمكن أن نقوله. هناك أطفال يعيشون مثلا في بيئات تساعدهم على اجتياز هذه المراحل، هناك أبوين مثلا يساعدون الطفل على المشي باكرا، فهو المؤثرات الخارجية. هناك أطفال يعني تنمو لهم الأسنان في سن مبكر، وهذا معلوم عندنا، حتى الكلام قد يكون في سن مبكر، إلى يعني هذه المراحل تبقى فيما بينها مترابطة ومتماسكة،
لا تنفصل عن بعضها إلا في حالات استثنائية التي ذكرنا، فهذه الحالات لا يعتد بها معلومة عند الأطباء. فهذا ما وفقنا الله إليه في هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا.